البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديد. غادي نديرو مع بعضياتنا واحد الطاكوس منزلي رائع بمكونات اقتصاديه، تيجي زوين وبغيت نشاركو معكم ان شاء الله. المكونات عندي هنايا خبز ديال الطاكوس، عندي لاصوص، لاصوص الجيريان ولاصوص برجر والكاتشوب. هاد لي صوص كيبقاو على حسب الذوق ديال كل واحد واش ما تيبغي. عندي هنا واحد الكميه من الفريت، عندي هنا الدجاج اللي قليتو بالتوابل ديالو، درت ليه الحامض والتوابل ديال الدجاج، يعني كلشي تيعرف من طبيعه الحال يحضرو. وعندي هنا واحد الكميه ديال الكفته كذلك، يعني كميه قليله درتها بالتوابل ديال الكفته. وعندي هنا واحد الكميه من هاد الجبن المربعات. نبداو على بركه الله، الطريقه سهله جدا. كناخذو الخبز ديالنا بهذا الشكل هذا، كنديروا واحد الكميه ديال الصوص. انا غادي ندير جوج حارين وجوج عاديين، يعني تبقى على حسب الذوق دائما ديال اي واحد، يعني كاين اللي تيبغي حار كاين اللي تيبغي عادي. هنايا عندي هاد لاصوص الجيريان، هادي حاره كتكون، غادي ندير واحد الكميه هنايا. صافي، كندهن بهاد الطريقه هادي. كاين اللي كيدير فيه الفلفله، كاين اللي كيدير فيه الخس، يعني على حسب كل واحد واش ما كيبغي في الطاكوس ديالو. هنا غادي ندير كميه ديال الدجاج، يعني كميه لا باس بها. كندير فريت، كندير هاد لاصوص هادي ديال الفخوماج بوردر، هادي تيجي رائعة. تندير واحد فرماجة مربعة هكا بهاد الطريقة، وكنطوي وكنضغط، كنطوي كذلك الجوانب بحال اللي كنطوي شي مسمنة. صافي، وكنحطها جانبا وكنحضر الاخرى. يعني كما تيبان لكم طريقه سهله، سهله جدا، يعني اي واحد ممكن يديرو في البيت، يعني ما يحتاج انه يشريه كاع في السوق، يعني تيعرف شنو مصايب، يعني المكونات عارفه، يعني ما كنعرفوش حنا هذاك الطاكوس واخا تيجي بنين وزوين، ما كنعرفوش حنايا هنا يعني في الطاكوس اشنو كناكلو، يعني الطاكوس المنزلي كتعرفي اشنو صايبتي فيه. كما كتشوفوا هنا كندهن بهذه الطريقه هذه. صافي، وهذا غادي ندير فيه الكفته والدجاج، غادي ندير طاكوس ميكست. يعني لكم الاختيار، يعني تنوعوا ما بين الدجاج ما بين الكفته. صافي، كنضيف في الفريت، وكندير هاد لاصوص بوردر. بالنسبة للكيتشوب نسيت ما درتها في الطاكوس الأولاني، غنضيفها هنايا. صافي، كندير واحد الفرماجة مرة. Thank you.
نكمل لي تاكوس كاملين ونحط ونديرهم في لاباغاي بانيني ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. هو البنات التاكوس ديالي من بعد ما درته في البانيني تيجي هكا زوين رائع صراحه. انا ما شارجيتوش بزاف باش ما تخرجش ليا الحشوه. نتمنى انكم تجربوه ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله وعواشر مبروكه. باي باي.